هذه المسائية من الميادين ونناقش فيها. الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل يحذر من حملة لمنظمات صهيونية ومخابرات أجنبية لجر تونس إلى التطبيع ومحاصرة الجزائر. هل يسقط التونسيون هذه الخطط؟ إسرائيل تشارك للمرة الأولى في مناورات الأسد الأفريقي بقيادة أمريكية في المغرب. إلى أي مدى تساعد واشنطن في تغلغل تل أبيب في أفريقيا؟ بعد المساعي لإنشاء حلف شبيه بالأطلسي في المنطقة العربية والتحركات الإسرائيلية في أفريقيا، هل هناك خطط أطلسية لإنشاء تحالف مماثل في القارة السمراء؟ مرحبا بكم. الاتهام الذي وجهه الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي واضح المعالم والأهداف، ويكشف عن سعي لمحاصرة الجزائر عبر جر تونس للتطبيع من خلال حملات صهيونية بمشاركة استخبارات أجنبية. التغلغل الإسرائيلي في القارة الأفريقية يتوسع، وفي سبيل ذلك تستخدم تل أبيب كل الأدوات للوصول إلى أهدافها. اتفاقيات تطبيع وعلاقات تجارية وتعاون دبلوماسي ومشاريع اقتصادية، وأخيرا المناورات العسكرية. فالمشاركة للمرة الأولى في مناورات الأسد الأفريقي تطور لافت، خاصة أن جهد الغرب الأطلسي ينصب على محاولة إيجاد تحالف شبيه بالناتو في أفريقيا تكون إسرائيل جزءا منه. فما يجري في أفريقيا وخصوصا في شمال القارة يطرح علامات استفهام كبيرة بشأن ما يتم تحضيره للمنطقة بالتعاون بين واشنطن وحلف شمال الأطلسي وإسرائيل، المعروف حجم تغلغلها في القارة الأفريقية واتساع تمددها هناك بعد اتفاقات التعاون العسكري والأمني والاقتصادي مع المغرب. وتحاول إسرائيل الاستفادة من قدراتها الاقتصادية وتقدمها التكنولوجي لعرض المساعدة على دول أفريقية كثيرة بحاجة لكل شيء، ومنها التقرب من واشنطن عبر تل أبيب. المصالح الإسرائيلية الأمريكية في القارة السمراء ربما تصطدم بمصالح دول عظمى ثانية، وتحديدا الصين التي تؤكد أنها مصممة على زيادة حضورها في القارة. وقد تكون هذه إحدى العقبات أمام الخطط الإسرائيلية، إضافة إلى أدوار هامة لجنوب أفريقيا والجزائر التي تقف سدا في وجه إسرائيل داخل الاتحاد الأفريقي. إذن هذه عناوين ومحاور المسائية نفصلها ونناقشها مع ضيوفنا. معنا من واشنطن الخبير في الشؤون الأمريكية سيد سعيد عريقات، في تونس العاصمة ينضم إلينا أستاذ التاريخ المعاصر والراهن بالجامعة التونسية سيد عبد اللطيف الحناشي، معنا من القاهرة العاصمة أيضا الكاتب والباحث في الشؤون السياسية سيد عبد الله السناوي. مرحبا بكم ضيوفنا، شكرا لانضمامكم إلينا في المسائية. اسمحوا لنا قبل أن نعقد دائرة نقاشها أن نبدأ بهذا الاتهام الذي قدمه الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي بما وصفها بلوبيات صهيونية بمحاولة محاصرة الجزائر بجر تونس نحو التطبيع معها بعد المغرب، وأضاف أن هناك حملات تقوم بها صفحات على شبكات التواصل الاجتماعي وتقودها روبوتات إلكترونية ومخابرات أجنبية تستهدف قناعة الاتحاد. هذه شبكات التواصل الاجتماعي راهي تقام بروبوات إلكترونيك من اللوبي الصهيوني ومن مخابرات أجنبية في مسألة جوهرية ليس محبة في تونس وإلا في حرية التعبير، وإنما في مسألة جيوسياسية ومحاور إقليمية اللي تونس معناها اليوم جزء لا يتجزأ منها في علاقة اليوم بعد تطبيع المغرب. لابد أن يخضع في رأيهم تونس إلى تطبيع في محاصرة الجزائر. ماذا يجري في القارة الأفريقية؟ السؤال مشروع نظرا لجملة معطيات تحضر أو تحضر فيها إسرائيل من مناورات الأسد الأفريقي إلى الحلف الأطلسي الأفريقي، فزيارة الرئيس الأمريكي إلى المنطقة قريبا، سلسلة تساؤلات تبقى برسم تطورات متسارعة في القارة السمراء. غراسيا بيطار. أكثر من تطور حدث في الآونة الأخيرة يوضح ملامح ما يجري في أفريقيا أو ربما ما هو في طور الإعداد لها. يمكن الانطلاق من شبح التطبيع الذي يلوح في تونس من أجل محاصرة الجزائر كما قال الأمين العام للاتحاد العام للشغل، تزامناً مع مناورات الأسد الأفريقي التي أطلقتها الولايات المتحدة والمغرب والتي تعد الأوسع من نوعها في القارة الأفريقية وتستمر حتى 30 من الجاري بحسب ما أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية لأفريقيا.
واللافت يكمن في الهدف المعلن لهذه التدريبات بحسب أفريكوم أيضاً، وهو تقوية قدراتنا الدفاعية المشتركة في مواجهة التهديدات العابرة للبلدان والمنظمات المتطرفة العنيفة. لكن الأهم أن إسرائيل هي من بين المشاركين 15 في هذه المناورات وللمرة الأولى، وقبل كل ذلك لا يمكن إغفال اتفاقيات التعاون العسكري والأمني والاقتصادي الموقعة في الأشهر الأخيرة بين المغرب وإسرائيل، وهي اتفاقيات تفضح مدى التغلغل الإسرائيلي في القارة الأفريقية واتساع تمدده في شمال أفريقيا. ومن هنا ربما يمكن مقاربة الإعلان عن إنشاء منظمة حلف شمال الأطلسي الأفريقي في 8 من الجاري في المغرب. هذا الحلف المكون من 21 دولة أفريقية مطلة على البحر الأطلسي، والذي أعلن عن أبرز أهدافه وهو إنشاء قوات تدخل سريع مشتركة ضد الإرهاب وضد أي عمل عسكري تتعرض له القارة. فهل نحن أمام ترجمة ما لدعوة إيمانويل ماكرون في مطلع العام إلى تحالف جديد مع القارة الأفريقية؟ أمام كل ما سلف، هل نحن أمام توطئة خاصة لزيارة جو بايدن إلى المنطقة الشهر المقبل؟ وماذا لو كان الأمر استنفاراً عسكرياً تمهيدياً لوضع متفجر يعد للمنطقة؟ الأكيد أن تصريح المبعوث الصيني الخاص إلى القرن الأفريقي من أن بلاده تريد تأدية دور أكثر أهمية في ضمان السلم والأمن في هذه المنطقة لم يأتي من فراغ، ما يوحي برغبة صينية في الحفاظ على حضورها في القارة السمراء والدفاع عن مصالحها. جدد ترحيب بضيفنا، أبدأ وياك سيد الحناشي. ما قاله الطبوبي وما ساقه من اتهام مهم جدا وأيضا خطير، ويبدو لافت أيضا أن يطرحه الأمين العام الاتحاد العام التونسي للشغل بشخصه بمثل هكذا مضمون، ويتحدث عن عمل لمخابرات أجنبية لجر تونس للتطبيع والهدف محاصرة الجزائر. ما دلالات الطرح من شخص الطبوبي بهكذا مضمون في هذا التوقيت واختيار تونس باتجاه الجزائر؟ نعم، أهلا وسهلا بكم وبضيوفك الكرام، وشكرا للاستضافة. في الواقع الاتحاد العام التونسي للشغل لديه موقف ثابت من التطبيع أولا، وكذلك من القضية الفلسطينية، وهو على وعي وإدراك بمدى محاولة الكيان الصهيوني التغلغل في البلاد التونسية وإيجاد مواقع للتمدد، وهذا أمر تجلى خاصة مؤخرا في زيارة الغريبة في جزيرة جربة، هذا الموقع الديني الذي استقطب هذه السنة نوعية خاصة من الذين قدموا من الكيان الصهيوني، إضافة إلى عناصر أخرى جاءت خاصة من فرنسا ومن بقية أنحاء العالم. وهناك محاولات كثيفة لدفع البلاد التونسية للتطبيع، وهي مسألة أعتقد ليست بجديدة. كما تعرفون أن كانت هناك أقلية يهودية واسعة في تونس، وعندما هاجرت أو غادرت البلاد استقر جزء منها في باريس وجزء آخر تحول إلى الكيان الصهيوني، لكن لازالت تربطه علاقات متنوعة مع البلاد. وهناك للأسف كذلك نخبة من الجامعيين التي تحاول في كل مرة إيجاد علاقات التطبيع الأكاديمي مع الكيان الصهيوني ومع الجامعات الصهيونية. لكن سيد الحناشي، نحن نتحدث عن ثبات حقيقة الموقف في الشعب التونسي، وأيضا يعني الاتحاد العام التونسي للشغل، لكن المضمون معلومات استخباراتية، يعني يتحدث عن استخبارات أجنبية تعمل لجر تونس للتطبيع والهدف الآن بما قدمه الطبوبي محاصرة الجزائر. هذا اللافت في حتى في مضمون المعلومة المقدمة، لذلك استوقفتني وأسألك عنها، وهذا هو العنوان الجديد أيضا في تكرار محاولات جر تونس للتطبيع. نعم، كما قلت أولا الاتحاد العام التونسي للشغل لديه موقف حاسم وحازم بالنسبة للتطبيع، وهو من القلائل على الأقل من المنظمات المجتمع المدني الذي يقف على هذه الدرجة من معاداته إن صح التعبير للتطبيع. ولكن المعلومات الآن التي قدمها الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل من موقعه أكيد لديه معطيات دقيقة حول هذا الأمر، ويرتبط
يرتبط ذلك بتطور العلاقة أولا مع المغرب، وبالفعل هناك محاولة لمحاصرة الجزائر باعتبار أن الجزائر أيضا نستطيع القول قوة إقليمية ولها تاريخ وشرعية نضالية وشرعية تاريخية ضد التطبيع، ويبدو أن تونس هي مرشحة الآن للدفع نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني، وهذا يمكن أن يكون أيضا نوع من الضغط على الجزائر، خاصة وأن المحاولات الآن عديدة بعد موجة التطبيع التي عرفتها عديد من الدول في الخليج العربي، ويبدو أن الآن الاتجاه نحو أن تتحول تونس نحو هذه العملية أو أن تنخرط في هذه العملية. لكن من المؤكد أيضا أن هناك عوامل عديدة تمنع مثل هذه عملية التطبيع، منها أولا موقف الشعب التونسي، موقف الأحزاب الوطنية، وكذلك موقف منظمات المجتمع المدني التي ترفض وتناضل منذ فترة طويلة لإقرار تجريم التطبيع في الدستور التونسي. وللأسف حتى الدستور الآن الذي اشتغل عليه الرئيس مع بعض رجال القانون كنا ننتظر أن يكون أحد الفصول هو تجريم التطبيع، ولكن للأسف لم يورد هذا المطلب في هذا الدستور على الأقل حسب ما تم التصريح به. طيب. ولكن نرجع الآن لتصريح السيد الأمين العام. الأمين العام أعتقد أن لديه معطيات دقيقة حول هذا الأمر، ويرتبط كذلك هذا بالأوضاع خاصة الاقتصادية، وهذه نقطة جوهرية. سامحني سيد الحناشي، لا أريد أن أقاطعك لك حتى نستمزج رأي باقي الضيوف. موضوع التوقيت للأوضاع الاقتصادية في تونس، لأنه تستغل هذه الظروف، السودان مثال حي لذلك، يعني تمرير ضغوط على تلك الدول كما أشرت بأنه في ضغوط على تونس لإمرار موضوع التطبيع تحت عناوين مكتسبات اقتصادية وما إلى ذلك. أسألك هنا عن هذه النقطة سيد عبد الله السناوي، لطالما كانت مصر عنوانا أساسيا أرادت إسرائيل اختراق أفريقيا لتهديدها، مصر جمال عبد الناصر، واستخدمت يعني بعض مسارات التطبيع مع تلك الدول الأفريقية لتهديدها. اليوم أن تكون الجزائر عنوانا لمحاصرة من خلال محاولة جر تونس للتطبيع، كيف ترى ذلك؟ لا سيما نتحدث عن المواقع المهمة التي تريد إسرائيل الوصول إليها، الساحل التي تقع عليها مجموعة الدول الأفريقية. بصرح برئيس الاتحاد الشغل في تونس، قد تكون لديه معطيات، لكن هو متسق مع الحركة العامة للحوادث، متسق مع السياسات الإسرائيلية الجارية، متسق مع السعي في قمة جدة المقبلة لبناء تحالف عسكري يضم دول الخليج العربي وبالإضافة إلى مصر والعراق والأردن. فإحنا بنتكلم أن حركة الحوادث تزكي مثل هذا السيناريو، تؤكد أو ترشح إلى تصديق مثل هذه المعطيات. في اتفاق في الحركة العامة نحو عسكرة الإقليم ونحو عسكرة القارة وبناء صيغ مختلفة. فالكلام حول صيغة في افريقيا بتتسق حول صيغه امنيه عسكريه في الشرق الاوسط، اهداف متعدده، مره باسم حصار ايران ومره اخرى باسم مكافحه الارهاب، لكن الحقيقه هو الكلام لاهداف استراتيجيه واقتصاديه وفرض الهيمنه على القاره. اذا احنا بنتكلم عن الدور المصري التاريخي في القاره فهذه حقيقه مؤكده. مصر قد قادت مطلع الستينيات القرن الماضي اوسع عمليه تحرير للقارة الإفريقية، وكانت القارة الإفريقية أحد ميادين الصراع مع إسرائيل في لإيقاف التغلغل الإسرائيلي، وكانت هناك خطط اقتصادية يعني وسياسية واستراتيجية. بخروج مصر من الصراع العربي الإسرائيلي إسر كامب ديفيد افسح المجال واسعا إلى تبدد الأدوار الإسرائيلية، ليس فقط في القارة بل مع الأصدقاء التاريخيين لمصر والعرب. هنا بتكلم تحديدا عن الهند والصين. في تمدد اسرائيل وفي تعاون اسرائيل. لماذا الجزائر الان سيد عبد الله السناوي؟ نعم. لكن الحقيقه لو احنا هنلاحظ كان عندي حائط صد اخر
في السبعينيات بالذات أضيف إلى الحائط المصري الذي أخذ في التراجع تدريجيا بعد رحيل عبد الناصر. في فترة هوارب وميدان كان في دور جزائري قوي داخل القارة، وكانت منابر إعلامية تصل من الجزائر بتخاطب القارة كلها، وكانت مؤثرة للغاية. في لحظة أخرى كانت ليبيا القذافي كانت موجودة لها امتدادات. الآن أنا عندي انكفاء كامل، انكفاء عربي كامل عن لعب أي دور سياسي أو اقتصادي في القارة، وبالتالي أصبح الصراع على إفريقيا إما أن يكون أمريكيا مع الناتو أو الصين. يعني أنت في التقرير تكلمتي عن دور صيني، لم تطرحي سؤال أين الدور العربي. يعني فيش حد بيحارب بالنيابة معارك الآخرين، إذا لم نحارب نحن معركة التطبيع ومعركة الأمن القومي العربي لن يحارب عنا أحد بالنيابة. تونس هنا أنا أستطيع أن أفهم استهدافها دي في لحظة، يعني من حيث الاستنتاج العام، يعني طبعا المعطيات التفصيليه سوف تتوافر بشكل اخر او سوف تتكشف بشكل اخر، لكن تونس في لحظه انكشاف في ازمه سياسيه داخليه وازمه اجتماعيه واقتصاديه داخليه قد يكون او ينظر الى ان الوقت مناسب للانقضاض على الفريسه اذا صح التعبير التونسيه، او تحويلها الى فريسه بالتطبيع او اجبار على التطبيع حسب السيناريو السوداني. او فانت هنا بتبحثي عن مقبوليه لادماج اسرائيل في الاقليم من ازماتك انت ومن عجزك عن ان تواجهي مشاكلك باراده داخليه قويه وبغياب اي تنسيق عربي. فانا عندي مأساه حقيقيه، وبالتالي انا اراها مره على الصين او اراها مره اخرى على العرقله اللي ممكن تحدث. يعني طبعا في فكره بناء تحالف عسكري في الشرق الاوسط في مشاكل كتير، العراق في استحاله. مصر اعلنت بعد اجتماع النقب انها لن تكون طرف في اي حلف عسكري، الحقيقه لانه يضرب في الصميم. بس نتحدث عن موضوع التحالفات خصوصا اذا ما كان يراد نسخ اقليميه للناتو موجوده ايضا في افريقيا، سنتحدث عن هذه النقطه، لكن اشرت للعديد من النقاط حقيقه سيد عبد الله السناوي مهمه، وموضوع غياب فعلا الحضور العربي، يعني اخر اللاعبين الفاعلين ان صح التعبير كان القذافي الذي تنبه لاهميه القاره الافريقيه وحاول ان يكون حاضنا لتامين من القوم العربي ككل انطلاقا من هذه القارة المهمة. تغيب الدول الأفريقية وتحضر الصين سيد سعيد عرائقات. نيوزويك الأمريكية تحدثت أنه أغرب التحالفات تلك التي تقوم بها دولة صغيرة أي إسرائيل مع قارة مترامية الأطراف أي القارة الأفريقية. في توقيت اليوم هل فعلا كما يعني التوقيت مفيد لأن تكون تونس فريسة كما قدم السيد السناوي والعين على الجزائر؟ ما موقع واشنطن هنا؟ شكرا رامي وشكرا للمشاهدين والمشاركين. بكل تأكيد هذه نقطة مهمة جدا، وأنا أعتقد أن استخدام اصطلاح فريسة هو اصطلاح مهم جدا، لأنها هكذا ترى إسرائيل المنطقة ككل، وهي تنظر إلى الصين كما تنظر إلى الدول العربية أن هذه الآن أصبحت صيدة ثمينة وممكنة، بمعنى أنه عندما هناك يكون الصياد يتربص بالفريسة ويشعر أن الوقت قد حان للانقضاض هم سيفعلون ذلك. هكذا تعاملت إسرائيل تاريخيا، وعلينا أن نتذكر أن الدور الإسرائيلي في أفريقيا قديم، ليس شيء جديد، هو قديم جدا. كانت أفضل العلاقات هي بين إسرائيل والنظام العنصري في جنوب أفريقيا، كان لها علاقات قوية جدا مع روديسيا قبل أن تصبح زيمبابوي. إذا المساعي الإسرائيلية حثيثة ومستمرة، لأنها باستمرار تنظر إلى هذه القارة أولا كمصادر اقتصادية أو مصادر للاستثمار وإلى آخره، ولكن أيضا للاستفادة. تمكنت إسرائيل مثلا من الحصول على ما حصلت عليه نوويا عبر التعامل مع جنوب أفريقيا، والتي أيضا في المقابل مدتها بمساعدة في هذا البرنامج. هذا على سبيل المثال. الدور الأمريكي رامية باستمرار، الولايات المتحدة تعمل على أحلاف جديدة لمواجهة أعداء إسرائيل ومواجهة أعداء أمريكا كما تقول. رأينا ذلك في المشرق العربي، نرى الحديث باستمرار عن حلف جديد في مواجهة إيران، والآن نرى ذلك في القارة الأفريقية. تماما كما تحدث الزملاء عن الانكفاء العربي في هذه القارة، يترك المجال
يترك المجال امام اسرائيل وامام اعداء الامه العربيه. كانت هناك محاولات حثيثه لوضع لاقحام اسرائيل في منظمه الدول الافريقيه وتصدت لها الجزائر. كنا نتذكر كيف تصدت الجزائر لهذه المحاولات ومنعتها الى حد كبير مع دول افريقيه اخرى، لكن العمل يستمر. راينا ذلك في جنوب السودان، راينا الدور الاسرائيلي اولا في تقسيم السودان وخلق جنوب السودان والعمل من خلالها وخلق علاقات، راينا ذلك في من خلال العمل مع السودان بعد التطبيع، وهي كلمه حقيقه انا لا احب استعمالها، هو ليس تطبيع، هو انتقال من معسكر الى معسكر. هذه الدول سواء الامارات او البحرين او المغرب او السودان هي انتقلت الى معسكر معادن للقضيه الفلسطينيه بغض النظر عما يتحدثون به، لان هذا الكيان المغتصب كيف تطبع معه، كيف تقيم علاقات معه وهو قائم يقتل الفلسطينيين، يسلب ارضهم، يدمر بيوتهم يوميا. فاذا مساله انه نطبع، اريد منك توضيحا سيد علاقات، وانا ابقى معك ولو سؤال يعني متابعه. نظرة واشنطن للجزائر يعني في الموقع، والجزائر اليوم تتجه فعلا لتعزيز حضورها مع القارة الأفريقية، وشهدنا بوادر لذلك مع رئيس الجزائري عبد المجيد تبون. ما نظرة واشنطن للجزائر إذا كانت تريد إمرار تغلغل إسرائيلي فيه نفوذ أوسع وإضعاف بشكل أو بآخر، إكمالا لقوس هذه الاتفاقيات التطبيع التتبيع، وهل تريد فعلا محاصرتها إضعافها إتماما لذلك؟ بكل تأكيد الجزائر دولة قوية، الجزائر لديها ربما أقوى سلاح جو في أفريقيا، لديها ربما أقوى قوة عسكرية لها علاقات، وكل ذلك هو سلاح روسي وعلاقات مع روسيا. الجزائر ثرية جدا بالغاز والنفط الذي تعمل به أو تتمناه أوروبا وتتمناه الولايات المتحدة، وتريد أن تخضع هذه الموارد والمصادر إلى رغبتها وإلى إدارتها ونزع السيادة عنها. الجزائر تمارس السيادة الوطنية العربية، بالتالي هي مستهدفة بكل تأكيد. نرى الدور الجزائري في الأزمة في الحرب الروسية الأوكرانية والموقف الجزائري، هذا لا يعجب الولايات المتحدة، وبالتالي هي باستمرار تحاول محاصرتها تحت أشكال مختلفة. قضية الاعتراف بالصحراء الغربية الذي قامت به إدارة الرئيس ترامب، الرئيس السابق ترامب، ومن ثم جاءت هذه الإدارة ولم تفعل شيئا، أبقت عليه. هذا يعني تماما أن هناك موقف عدائي أمريكي تجاه الجزائر. علينا أن نغفل عيوننا عما يجري بهذه النقطة رامية. طيب ما رأيك بذلك سيد الحناشي، وتوقيت كما أشرت ليس فقط لافتا على مستوى ما تعيشه تونس الآن، يعني أكثر من مستوى للأزمات وعلى يعني على الجانب السياسي، لكن الاقتصادي والاجتماعي عنوان مهم، لكن التوقيت أيضا على مستوى أن نرى مناورات الأسد الأفريقي والتي توصف بأنها في هذه النسخة الأوسع والأكبر والأهم، وفيها مشاركة إسرائيلية للمرة الأولى، تشارك تونس أيضا فيها إلى جانب المغرب. هذه النقطة بتوقيت ما قاله الطبوبي بمحاولة جر تونس للتطبيع وفي عمل مخابرات دول أجنبية، كيف يمكن لحظها؟ هو قبل أن أتفاعل معك حول هذا السؤال، لابد من التذكير أن لتونس علاقات كانت سرية مع الكيان الصهيوني، وتتذكرون جيدا خطاب أريحة في 3 مارس 1965، وهناك كانت بالفعل علاقات كما قلت سرية، تواصلت حتى في عهد زين العابدين بن علي، حيث كان هناك مكتب للكيان الصهيوني في أحد النزل التونسية. وأؤكد كذلك هناك نخب سواء تونسية يهودية أو تونسية هي كانت ولازالت تقوم بهذا الدور، وهناك بالفعل تغلغل واسع للكيان الصهيوني في تونس بأشكال مختلفة، خاصة بعد تحول منظمة التحرير الفلسطينية إلى تونس، وتعرفون الأحداث التي عرفتها البلاد كهجوم على حمام الشط على القيادة الفلسطينية، وغ
واغتيال أبو جهاد واغتيال أبو إياد إلى غير ذلك. فبالتالي تونس منذ ذلك الحين أصبحت نقطة متقدمة لعملية التطبيع والنشاط الصهيوني، كما في الواقع المغرب كانت علاقاتها أيضا متينة مع الكيان الصهيوني قبل حتى الاعتراف الرسمي بها. هذه نقاط أساسية. النقطة الثانية بعلاقة بالجزائر، يعني أقول من الصعب جدا لتونس أن تعترف بالكيان الصهيوني على حساب الجزائر، نظرا للعلاقات التاريخية الاجتماعية الحضارية، وخاصة تونس أو الجزائر تمثل الفضاء الحيوي للاقتصاد التونسي، وحتى تاريخيا من الصعب جدا أن تعاكس تونس الجزائر في هذا المجال. أعود لما تفضلت به حول هذه المناورات. قبل قليل أصدرت وزارة الدفاع التونسية بيانا أوضحت فيه أنها ستشارك، ولم تذكر الكيان الصهيوني، قالت سنشارك مع في جزء من هذه المناورات مع القوات الأمريكية ودول أخرى دون أن تذكر الكيان الصهيوني. هذه النقطة الأساسية. النقطة الثانية أن هناك علاقات متينة جدا بين المؤسسة العسكرية التونسية وأيضا المؤسسة العسكرية الأمريكية، كما الأمر بالنسبة للمؤسسة العسكرية الفرنسية. وبالتالي هذه المناورة ومن خلال هذا البيان الذي صدر قبل قليل كما قلت، الجيش التونسي والمؤسسة العسكرية تنأى على الأقل بنفسها حول هذا الموضوع بشكل أو آخر. ولكن مهما كان الأمر، أعتقد أن هذه المناورات وإن كانت تحت شعار مكافحة الإرهاب أو غير ذلك، وجود الكيان الصهيوني يمثل خطوة بتقديري خطيرة على المنطقة ككل، المنطقة أقصد الإقليم العربي ولكن كذلك إفريقيا. وعندما نقول إفريقيا يعني العلاقات الآن هناك زخم كبير جدا من قبل الدول الكبرى وكذلك دول الشمال الإفريقي وخاصة المغرب والجزائر نحو تطوير علاقاتهما مع القارة الإفريقية التي أصبحت منطقة جاذبة ليس فقط للقوى الكبرى كما قلت، وإنما كذلك للإقليم العربي الإفريقي. هذا من ناحية. من ناحية أخرى نجد الكيان الصهيوني بدوره يسعى بكل الوسائل لمزيد التغلغل، لأن هذا التغلغل وصل ذروته بعد اتفاقية كامب ديفيد وكذلك بعد اتفاقية أوسلو. كانت الدول الإفريقية إلى حدود تقريبا قبل 78 أو 79 يعني منطقة مساندة بقدر أو بحجم كبير للقضية الفلسطينية والقضايا العربية. صحيح. ولكن بعد هذه الاتفاقيات أصبح للكيان الصهيوني تغلغلا أوسع، وهذا يشير الآن إلى الاعترافات الجديدة من قبل دول الخليج بهذا الكيان وكذلك السودان، مما يفتح المجال أمام هذه الدول أو بعض الدول أيضا للانخراط ويشجع. لكن ما الأهداف هنا سيد لمحاولة إيجاد موطئ قدم في منطقة الشمال الإفريقي، وخاصة وكما أشرت موضوع الساحل أيضا. نعم. لهذه الدول نتحدث يعني المغرب وتونس الجزائر، نتحدث عن موقع مهم في شمال أفريقيا باتجاه الساحل، نتحدث عن مواقع استراتيجية تسعى إسرائيل للوصول إليها. أسألك هنا سيد عبد الله السناوي، يعني نتحدث ليس فقط عن تقصير عربي الحضور الاستفادة من القارة الإفريقية على غير مستوى، أقل في التقاء في الكثير من النقاط مع القارة الإفريقية، لكننا نخسر كتلة كبيرة مهمة في موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، كتلة تصويتية كبيرة أيضا في الأمم المتحدة وازنة. إسرائيل متغلغلة، خصوصا عادت العلاقات وطبعت بشكل واسع مع دول الاتحاد مع دول القارة الإفريقية ما بعد اتفاقية كامب ديفيد، وبالتالي وصلت إلى مكان أن إسرائيل تدرب جيوش أفريقية والقوى الأمنية وحتى حرس الرئاسة لبعض الدول تقوم إسرائيل بذلك. ما هو المستوى الذي يراد أن يصل إليه انطلاقا حتى من عنوان هذه المناورات في الأسد الإفريقي وهذه المشاركة أيضا للمغرب وتونس إلى جانب مشاركة إسرائيلية لأول مرة؟ يعني إذا طرحنا نفس السؤال بصيغة أخرى، ما الذي تريد إسرائيل بالضبط من بناء تحالفات عسكرية في إفريقيا؟ أي خارج محيطها الاستراتيجي المباشر. ليس يعني أنا أفهم أن الكلام ده يتم في الشرق الأوسط في مواجهة إيران وفي مواجهة أطراف أخرى، لكن إذا سألنا نفس السؤال، طب ما الذي تريده؟
عسكريا واستخباراتيا وامنيا من افريقيا، ان تكون لاعبا رئيسيا في بنى عسكريه في ظل الناتو، او هي موجوده بشكل اخر ولاعب رئيسي. لماذا؟ اذا كنت اجتهد واقدم اجابه، العمل على التصفيه النهائيه للقضيه الفلسطينيه، يعني الحركه في افريقيا والعين على تصفيه الانتفاضات والمقاومات الفلسطينيه في الداخل. اسرائيل دوله مهزوزه وعندها مشكله كبيره في امنها، وعندها تساؤلات حول مستقبلها تحت تاثير الرموز حتى. يعني في جنازه شيرين ابو عقله استخدمت الحد الاقصى من العنف امام العالم كله، لان فكره الاعلام في القدس القديمه وتتحرك معناها ان القدس ليست اسرائيليه وليست يهوديه، وانها القدس العربيه موجوده وحقيقيه امام العالم. انا ارضيك ان فكره اعصاب هي عينها على الداخل، على القضيه الفلسطينيه، على مشروعها الاستيطاني، لكنها تحاول ان تجفف نابع التأييد المحتمل في الماضي او في الحاضر او في المستقبل في افريقيا. يعني فانت عندك تساؤلات رئاسيه جدا. انا بأذكر ان قبل مؤتمر باندونج الزعيم الهندي نهرو فكر او اقترح او ربما اقدم على دعوه اسرائيل للمشاركه في حركه عدم الانحياز باعتبارها دوله اسيويه. الرئيس عبد الناصر طبعا كان واضح جدا ومحدد، اما مصر او اسرائيل. يعني اما ان تكون مصر وهي قوه ديناميكيه في العالم الثالث في قياده حركه عدم الانحياز، او اسرائيل. كان الخيار طبعا مصر، لكن بعد كده الهند بالشراكه التاريخيه يعني كانت حليف رئيس مصر في كل المعارك التي تلت هذه المرحله. يعني طب انا عندي سؤال هنا، اسرائيل ليست افريقيه، يعني اذا كانت اسرائيل ليست اسيويه بتعبير هيكل مع الرئيس نيرو، رئيس وزراء نيرو لما قال له انها فيش انها تقع في اسيا لكنها ليست اسيويه، تحتل جزء في اسيا لكنها ليست اسيويه. طب السؤال، هي اسرائيل افريقيه؟ لماذا تشارك في عمل عسكري استخباراتي في الشمال الافريقي او في مناطق اخرى في القاره؟ هل هي دوله افريقيه؟ هل هي دولة عظمى؟ يعني أمريكا مثلا بتشارك في إطار الناتو، يعني هي داخلة ليه؟ هي داخلة لأهداف تجفيف مساحات التأييد والقضية الفلسطينية، خاصة إن في ارتفاع في موجة إدانات لإسرائيل في العالم بأسره، وبالتالي هي حريصة على إخماد بدءا من انتخابات الكونغرس، هيبقى في تصفيات للشخصيات المؤيدة للحق الفلسطيني في الانتخابات المقبلة. أو فأنا عندي مشكلة، عندي صراع. الصراع لو عايزين نتكلم بطريقة أكثر جدية، الصراع في فلسطين المحتلة وعلى فلسطين المحتلة، هذا هو الأسد. فعندما نخسر القضية الفلسطينية يخزنها العالم العربي ونسمح بأدوار عسكرية واستخباراتية باسم العرب ضد العرب وضد تحديدا الفلسطينيين، انا اعتقد ان دي مأساة كبيره جدا. وخصوصا القاره الافريقيه نتحدث عن النسبه الاكبر بالنسبه لعدد السكان، عدد المسلمين الاعلى موجود في القاره الافريقيه، وان كان العدد في اسيا اكثر لكن نسبه لعدد السكان يوجد فيها. يعني العلاقه مع تشاد والزياره التي جرت بن عهد نتنياهو كانت صادمه وضربه كبيره، لانه نتحدث عن دوله مسلمه وهذا ايضا له الكثير من الدلالات. لكن على المستوى الاستراتيجي ايضا اضافه لهذه النقاط سيد عراقات، ما رايك بما تقدم مما قاله السيد عبد الله السناوي؟ وفي كلام للمبعوث الصيني الخاص للقرن الافريقي يقول بزياره لاديس ابابا بانه بلاده تريد تاديه دور اكثر اهميه في ضمان السلم والامن في المنطقه بما يتم تحضيره في الغرف السوداء الاطلسيه والاسرائيليه لشمال افريقيا والقاره باكملها. هذا يدفعنا للسؤال، هل تعمل واشنطن على دعم اسرائيل في مواجهه الصين حيث تتوسع هنا في القاره الافريقيه؟ بكل تأكيد الولايات المتحدة تنظر إلى إسرائيل هي كقاعدة متقدمة لمشاريع الإمبريالية. هذا هو الدور الوظيفي لإسرائيل، وهذا الأمر الذي خلقت من أجله. فإذا هي قاعدة متقدمة للاستعمار، والاستعمار الذي طالما عانت منه أفريقيا بكل أشكال المعاناة. يجب أن نتذكر أن لإسرائيل كان دورا في القمع الكولونيالي للكونغو، في اغتيال باتريس لومامبا، في مناطق كثيرة في أفريقيا. إسرائيل هي حربة للامتداد الاستعماري الإمبريالي العنصري للقارة الأفريقية. ما تفعله الولايات المتحدة الآن
عبر أفريكام أو عبر محاولاتها العسكرية، أو ما فعلته فرنسا على سبيل المثال في مالي، والهزيمة النكراء التي تعرضت لها لا تقل أهمية عن الهزيمة الأمريكية في أفغانستان، وهذا حديثا يعني. كل هذه الأمور مترابطة. الولايات المتحدة تنظر إلى حلفائها إن شئت الأوروبيين الاستعماريين، وتستخدم إسرائيل لهذه المصلحة. حاولت أن تضعها في الاتحاد الأفريقي وفشلت، وسبب فشل ذلك هو بعض الدول العربية كالجزائر. علينا أن نتذكر أن هناك دول عربية كما ذكرت ومسلمة أفريقية تسيطر على مساحة واسعة من أفريقيا. الجزائر تقوم بدور قوي في الحفاظ على الهوية المستقلة والوطنية وذات السيادة في العربية في الشمال الأفريقي وفي مناطق أخرى. مصر كانت من أكبر الدول الأفريقية العربية التي كان لها أثرا كبيرا، وبعد اتفاق كامب ديفيد رأينا ذلك تراجع بشكل كبير. فإذا كل هذه الأمور مرتبطة. الولايات المتحدة تريد أن تبقي على هيمنتها الإمبريالية وتستخدم أدواتها في المنطقة. أحد هذه الأدوات هي إسرائيل، أحد هذه الأدوات هي أيضا التطبيع. وعودة إلى ما تحدث به السيد نور الدين الطبوبي، أنا بتقديري كلام مهم جدا. يعني قضية هذه البالونات اللي بتطلعها إسرائيل عن التطبيع تماما هو ما رأيناه ما حدث في البحرين وما حدث في الأمارات قبيل أن يحدث هذا التطبيع أو هذا الانتقال من معسكر إلى معسكر معادي للقضية الفلسطينية. هكذا تبدأ الأمور بالترويج ورب أحيانا بالتضليل. يعني ليس فقط هي مسألة صحيفة مثل صحيفة إسرائيل هيوم أو إسرائيل اليوم، هي أكثر من ذلك. كما يقول مثل أمريكي، حيث هناك دخان هناك نار، بمعنى أن علينا أن نكون حذرين من هذا التقدم أو هذا الاختراق الإسرائيلي تقوم به تحت رعاية الأمريكية. يعني لا يمكن، أنا لا أتصور وضعا يجب أن تقبل به تونس أن تشارك في عملية عسكرية أو في مناورات عسكرية. العدو الإسرائيلي هو جزء منها، والعدو الإسرائيلي يدخل هذا التحالف من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ من أجل محاصرة الدول التي تساند القضية الفلسطينية، تماما كما قال أخي الصمودي. كل الأمور تعود إلى هيمنة الكيان الصهيوني وإلى تدمير القضية الفلسطينية مرة وإلى الأبد. هكذا تعمل إسرائيل، وهذا هو ما تفعله، وكل ما تفعله يأتي تحت هذه المظلة. فإذا علينا أن نكون بالفعل حذرين، علينا أن نتحدث عن هذه المواضيع. البعض يعتقد أن الحديث عن القارة الأفريقية قد يكون ذات درجة خارج السياق أو الاهتمام وليس بالملف الساخن للأسف. حتى هذا كان على نقطة أخيرة لو سمحتي لي راميا. كلنا نتذكر كيف أن الهند والدول الأفريقية مجمعة كما ذكروا الزملاء كانت تساند القضية الفلسطينية ولم تعترف بإسرائيل. لكن عندما حدث التطبيع، عندما كان هناك كامب ديفيد، ومن ثم كان هناك اتفاق أوسلو، ومن ثم اتفاق وادي عربة، رأيناهم ينجرون إلى ذلك. رأيناهم أن يقولون نحن مش راح نكون فلسطينيين أكثر من فلسطين أنفسهم على سبيل المثال. فعلينا أن نكون حذرين. هذه عملية القضم في التطبيع وفي فرض إسرائيل في المنطقة وفي فرض هذا الكيان وتدمير القضية الفلسطينية هو عملية سائرة تخدم الكيان الصهيوني، وكل ما يجري في تقديري ويقع في خدمته أمريكيا. طيب سيد، علاقات ولا في فعلا انه في البعض عندما نناقش موضوع افريقيا والحضور الاسرائيلي فيه القاره السمراء والتغلغل هناك ومخاطر ذلك على مستوى الامن القومي العربي، يعتقدون في البعض يعتقد انه ملف ليس مهم وبعيد عن التطورات الملفات الساخنه. وللاسف يعني دول افريقيه في شراكه في الحضاره في الجغرافيا في الثقافه وحتى في تبادل المصالح مع الدول العربيه، وقد تكون منقذا حتى على مستوى الان مستوى الامن الغذائي، وتحتاج لدعم
بسيط حتى على المستوى المادي، لذلك تستطيع إسرائيل أن تنشط في هذه الدول، لا تلقى اهتماما من الدول العربية حيث تحتاج على غير مستوى. داني أفني، يعني نائب مدير دائرة القارة الأفريقية في الخارجية الإسرائيلية، يقول أن المعركة في القارة الأفريقية معركة حياة أو موت، هل ستكون كذلك؟ كيف سيتم التصرف في المقلب الآخر؟ وهل سنرى نسخة من الناتو أفريقية؟ هذا ما سنناقشه مع ضيوفنا ومشاهدينا، ولكن بعد فاصل قصير. تفضلوا رجاء بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد في المسائية من الميادين. الأطماع الإسرائيلية في القارة الأفريقية تعود إلى خمسينيات القرن الماضي، فعلى الرغم من مواجهتها انتكاسات عديدة منذ السبعينيات، سعت الأبيب جاهدة في السنوات الأخيرة إلى إعادة تعزيز حضورها وتعميقه أيضا في أفريقيا. بعد جهود مضنية لنيل العضوية في الاتحاد الأفريقي، تلقت إسرائيل في شباط فبراير الماضي صفعة بعد قرار الاتحاد تعليق قرار العضوية وإحالة الأمر إلى لجنة مختصة. ستكون الجزائر التي عارضت علنا القرار المذكور متصدرة عضويتها. الصد الذي واجهته تل أبيب داخل الاتحاد الأفريقي لا يلغي حقيقة التمدد الإسرائيلي وأيضا التغلغل السريع داخل القارة السمراء خلال السنوات الأخيرة، مستفيدة من التخلي العربي عن القارة ومن تطبيع علاقاتها مع بعض الدول العربية فيها كالسودان وأيضا المغرب. يشمل التمدد الإسرائيلي في القارة الأفريقية شرقها، لا سيما نتحدث هنا عن السودان وأيضا أثيوبيا ورواندا، وسطها في كل من الكونغو الديمقراطية والكاميرون إضافة إلى التشاد، فيما يمتد النفوذ الإسرائيلي أيضا في شمال القارة الأفريقية في ظل التقارب المغربي الإسرائيلي، وإلى غرب القارة في نيجيريا، فيما يصطدم التغلغل الإسرائيلي جنوب القارة بدولة جنوب أفريقيا التي كانت من أبرز الدول المعارضة لعضوية تل أبيب في الاتحاد الأفريقي. هذه المعطيات نحيلها لضيوفنا بعد تجديد الترحيب بهم. سيد عبد اللطيف الحناشي معنا من تونس، سيد سعيد عراقات معنا من واشنطن، وسيد عبد الله السنواني من القاهرة. استأنف النقاش وإياك سيد عبد اللطيف الحناشي، هذه المعطيات التي عرضناها إلى أي حد قد تكون عائقا أو بشكل أو بآخر الظروف الحالية مساهمة لنرى نسخة من الناتو يتم العمل عليها على مستوى أفريقي تكون إسرائيل عضوا أساسيا فيه؟ يعني هذه المحاولة بطبيعة الحال ممكنة باعتبار أولا ليس فقط الولايات المتحدة الأمريكية التي تلعب دورا أساسيا ومركزيا في الدفع نحو هذا الاتجاه، ولكن كذلك فرنسا، هذا من ناحية. من ناحية أخرى أن هناك العديد من الدول خاصة في الشمال الأفريقي العربي، المغرب العربي، يعني لديها علاقات متينة ومتطورة مع هذا الحلف، وبالتالي هذه مقدمات يمكن أن تساعد على ولوج الكيان الصهيوني في ضمن هذا الحلف أو دعمه. هذا المسألة أعتقد أساسية. لكن هنا السؤال المركزي، لماذا إفريقيا ولماذا تسعى الكيان الصهيوني يسعى إلى مزيد التغلغل؟ وهذا في الواقع الذي يجب أن نبحث عليه، ليس فقط الشمال الأفريقي اللي كما قلنا حتى بالنسبة إلى تونس، يعني هناك تغلغل واسع في البلاد على المستوى الاقتصادي أو الثقافي أو غير ذلك، ولكن الآن وفي هذه اللحظة على الأقل بالنسبة للمنطقة ككل، ونرجع إلى عمليات التطبيع الواسعة الآن التي جرت مع دول الخليج، يبدو أن الآن مؤهلة منطقة الشمال الأفريقي وخاصة تونس نتيجة لظروفها الاقتصادية الصعبة، وخاصة الآن في مشاورات واسعة مع صندوق النقد الدولي يمكن أن تكون ضغطا في يد الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية من أجل التطبيع. ولكن هذا الأمر يرتبط كذلك بعلاقة تونس بالولايات المتحدة الأمريكية وكذلك بالحلف الأطلسي. ولكن في نفس الوقت أعتقد أن بالنسبة لتونس أن هناك خطوط حمراء برغم هذه الأزمة التي تحدثنا عنها، وبرغم التغلغل الثقافي والاقتصادي الصهيوني الموجود الآن في تونس،
لكن أعتقد أن وجود الاتحاد العام التونسي للشغل ورفضه لكل هذه المخططات وكذلك الأحزاب، هناك أحزاب أصدرت بيانات نددت بهذه المناورات التي بالأسد الإفريقي، ودعت الحكومة لاتخاذ موقف من ذلك، وكذلك الاتحاد العام التونسي للشغل. وليس هذا فقط، أن حتى المجتمع المدني والمجتمع السياسي وخلال فترة العشرية الماضية التي عرفت تطورا في علاقة أو في تغلغل الكيان الصهيوني ومصالحه في تونس، وقف الشعب التونسي ومنظماته لمعارضة هذا التوجه، وكذلك معارضة الانخراط مع المشاريع الأمريكية سواء في بالنسبة للحلفي أو غير ذلك. ونعتقد أن الآن وفي هذه الظرفية ورغم المحاولات كلها، لكن في نفس الوقت أن هناك تصدي كامل، لأن كما قلت سقوط تونس يعني سقوط الجزائر، وهذا أمر لن يحدث، وأقول أنا كمؤرخ أيضا وكمحلل، لأن هذه العلاقات شديدة الارتباط بمصالح عديدة سواء على جميع المستويات. وما ذكره الأمين العام الآن كما قلت لديه معطيات دقيقة متزامنة مع هذا الوضع واستغلال هذا الوضع من قبل هذه الأطراف. طيب ممتاز، اسمح لي لأن الوقت يعني شرف على انتهاء، وأريد أن أحول هذه النقطة أسمع رأي ضيفين. أبدأ معك سيد عبد الله السناوي، محاولة عسكرة أطلسية يمكن أن نقول نتلمس مؤشراتها انطلاقا من المعطيات التي شرحناها لخلق ناتو خاص بالقارة الإفريقية تكون إسرائيل عنوان فيه، ما رأيك بهذه النقطة؟ وإلى أي حد أيضا يشكل ليس فقط تهديدا في محاولة محاصرة الجزائر أيضا مصر، والتي تبقى تهديد استراتيجي بالنسبة لإسرائيل. ليبرمان عندما هدد بقصف السد العالي كان في أيام زمن حسني مبارك، يعني ما بعد كامب ديفيد. أنا أرجو يعني أن ألفت الانتباه إلى أن الجزائر نفسها تستشعر أنها تحت التهديد المباشر. الرئيس عبد المجيد تبون قبل أيام صرح أو دعا إلى سياسة الأيدي الممدودة إلى القوى الوطنية والسياسية في الجزائر ولم الشمل. هذا الكلام إذا وضعناه في سياق واحد من التصريحات الطبوبي أن في معلومات ومعطيات أكثر وضوحا لدى الجزائر بأنها قد تكون مستهدفة لترشحها أو إضعافها أو وضعها تحت الضغط شديد في الأيام المقبلة. يعني فليه وضع عام، فإحنا أمام مسألة أوسع من استنتاجات المباشرة. نمرة اثنين، لما احنا بنبص إلى المشروعات التي تدعو إلى إسرائيل أو تريد أن تندمج فيها سواء في الشمال الإفريقي أو في إفريقيا أو قبل ذلك في الشرق الأوسط، احنا هنشوف طبعا ماذا سوف يحدث في قمة جدة، لكن لابد أن نضع ذلك في سياقه الدولي في ظل أزمة مستحكمة في بنية النظام الدولي، نظام قديم تقوض ونظام جديد متعثر. فدي مسألة. أنا لا أظن، بالكلام صريح، أنا لا أظن أن الولايات المتحدة في هذه الظروف في ظل أزمتها في ظل انعكاسات الحرب الأوكرانية على حلفائها في أوروبا وعلى اقتصاد أمريكا وهو جاي إلى الشرق الأوسط إلى السعودية، هي قضية الأولى هي النفط، يريد أن يعيد تقديم نفسه للرأي العام الأمريكي القلق من أنه الرجل الذي استطاع أن يعوض. طيب اسمح لي أسأل السيد عراقة على هذه النقطة لأنه بقي معي دقيقة، سامحني سيد السناوي، ما رأيك بذلك؟ موضوع النظام الدولي أو التوقيت الدولي مهم، بمعنى الولايات المتحدة الأمريكية مشغولة في جانب آخر في المحيط الهادئ، في موضوع مباشرة صراع مع الصين، وفي الحرب الآن على الأرض الأوكرانية. هل هذا يعزز أكثر بأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد نسخ من الناتو، عنوان أساسي ربما زيارة بايدن في المملكة العربية السعودية تعزيز العلاقة مع إسرائيل، وقد نرى نسخا أيضا في أفريقيا؟ نعم بكل تأكيد، ما أصدره اليوم البيت الأبيض أو ما نسب إليه عن أن هناك خارطة طريق للتطبيع بين المملكة العربية السعودية والكيان الصهيوني هو دليل على ذلك. الولايات المتحدة تحاول خلق ناتوات إن شئتي في منطقة الشرق، هناك نظام للدفاع الجوي يقولون أنه للدفاع في مواجهة إيران يضم دول المشرق، والآن تحاول نفس الشيء في أفريقيا. تقديري كما قال الزملاء
أن الولايات المتحدة ستفشل في ذلك، لأنه حقيقة الناتو الأصلي عم بفشل، يفشل كثيرا، يعني أثبت أنه نمر من ورق، أثبت أنه غير قادر على مواجهة روسيا أو غير قادر على تمديد الطموحات الأمريكية في القارة الأوروبية، وأعتقد أنه سيفشل أيضا في أفريقيا. هذا لا يعني أن الولايات المتحدة ستتوقف عن هذه المحاولات. رأينا محاولات إسرائيلية في جنوب السودان، رأينا محاولات إسرائيلية في المشرق العربي، لكن في تقديري في نهاية المطاف ستباب الفشل. قد يكون السؤال الأساسي أنه ما الذي يدفع دول وعربية منها أن تدخل في ناتو؟ تجربته كما تقول ليست ناجحة، يعني سؤال مركزي ومفتوح، أو حتى أن تخوض حروبا مع إسرائيل أو عن إسرائيل المأزومة بشكل أو بآخر. هي أسئلة كثيرة حاضرة قد تكون أيضا في ملفات أخرى. سيد سعيد عريقات، شكرا جزيلا لك، الخبير في الشؤون الأمريكية ضيفنا من واشنطن. شكرا جزيلا لك سيد عبد اللطيف الحناشي، أستاذ التاريخ المعاصر والراهن بالجامعة التونسية ضيفنا من تونس، وسيد عبد الله السناوي الكاتب والباحث في الشؤون السياسية ضيفنا من القاهرة. شكرا جزيلا لك من جديد. شكرا لضيوفنا. لمشاهدين المساء ينتهت دائما للمزيد الميادين.net. إلى اللقاء.